حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. آيات القيامة كالقارعة كالحاقة، هذه الآيات رب العالمين ذكرها لتغيير مسيرة الإنسان. في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد. وأنا أتكلم، ما المانع أن تعقد صفقة العمر؟ يعني قل يا رب، من هذه الساعة التي سمعت فيها هذه الموعظة إلى موتي، يا رب كل نومي احسبه تقويا على الطاعة. حديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني. فأمه هاوية، ما معنى أمه هاوية؟ أولا طبعا هناك احتمالات، أمه يقال لأم الرأس أي قمة رأسه، هذا يرمى في نار جهنم من رأسه. خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة أخواني أخواتي، آيات القيامة كالقارعة كالحاقة، هذه الآيات رب العالمين ذكرها لتغيير مسيرة الإنسان الذي يستهويه هوى معين، يريد أن يعصي ربه، فليتذكر هذه الآيات التي تبين نهايات الإنسان في آخر عمره، أعني في آخر أيام حسابه. القرآن الكريم يبين حال البعض في سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بعض الناس يأتي يوم القيامة موازينه لا بأس بها، يعني غلبت حسناته سيئاته، ولكنها خفيفة. هذا المعنى تصوروه في بالكم، من الممكن هكذا يوم القيامة عندما يأتي أحدنا تفتح له الصناديق بعدد ساعات عمره، أو قل بعدد دقائق عمره، بل قل بعدد الثواني. الساعة من العمر هذه قطعة من الحياة، صندوق مغلق، يوم القيامة يفتح هذا الصندوق وإذا فيه نتن. أي نتن؟ ساعة المعصية. يفتح الصندوق وإذا يخرج منه نور، ما هذا النور؟ نور الطاعة. والبعض أغلب صناديقه فارغة، لا معصية ولا طاعة، ساعات نومه، ساعات أكله وشربه، ساعات مسامرته مع إخوانه، طبعا في غير حرام، كلام لاغي، هذا لا نور فيه ولا ظلم، كلام باطل. طبعا البعض يقول إذا نام الإنسان بقصد التقوي على العبادة لقيام الليل، هذا الصندوق من المفروض أن يمتلئ نورا، لأنه نوى القرب إلى الله عز وجل. ليس كلامنا في من حول مباحاته إلى مستحبات. المهم، البعض يأتي يوم القيامة وموازينه ثقيلة، يعني صناديقه ممتلئة. وأنا أتكلم، ما المانع أن تعقد صفقة العمر؟ يعني قل يا رب، من هذه الساعة التي سمعت فيها هذه الموعظة إلى موتي، يا رب كل نومي احسبه تقويا على الطاعة.
كل أكلي وشربي احسبه تقويا على الطاعة، سهري مع أهلي مع إخواني اجعله تقويا على الطاعة. رب العالمين واسع كريم، يقبل منك هذه النية. طبعا الأفضل تجديد النية عندما تأكل الطعام، بسمل وجدد هذه النية. ولكن لو غفلت عن هذه النية يرجى أن رب العالمين يعاملك معاملة من جدد نيته، فهو في عيشة راضية. بعض الناس يذهب إلى بلاد الغرب يتغرب عن وطنه، يعرض نفسه للحرام والإذلال وغيره. تقول له لما؟ يقول أحب عيشة راضية هنيئة، أريد أن أعيش باقي عمري في حياة رغيدة، القانون يحكم، السكن المناسب، الهواء العليل، الطبيعة الخلابة، هذه مغريات الحياة الدنيا. ولكن نقول هل هناك تلازم بين هذه العيشة الراضية وبين عيشتك في الآخرة؟ تبحث عن عيشة راضية في الدنيا 20، 30، 50 سنة، ولكن على حساب العيشة الراضية أبد الآبدين. إذن العاقل يبحث عن عيشة راضية، ولكن الحياة الأبدية التي يصفها القرآن الكريم في هذه الآية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ما معنى أمه هاوية؟ أولا طبعا هناك احتمالات، أمه يقال لأم الرأس أي قمة رأسه، هذا يرمى في نار جهنم من رأسه. كيف الظالمين عندما يريدون أن ينتقموا من أحد يرمونه من أعلى ولكن لا من جهة رجليه، لأنه قد لا يموت، يرمونه ورأسه أسفل ليصطدم بالأرض وينفجر رأسه. نعم المجرم يوم القيامة يرمى من رأسه في نار جهنم. أمه هاوية أي رأسه يهوي إلى نار جهنم. في سورة القارعة قلنا أنه الإنسان في سورة أخرى لينبذن في الحطمة، سورة الهمزة، هو ينبذ ولكن ينبذ من رأسه ليرتطم بنار جهنم بأرض جهنم. كم المنظر مروع. البعض يقول أمه هاوية، يعني الإنسان عندما يريد أن يلتجئ، الطفل يعني عندما يريد أن يلتجئ إلى أين يذهب؟ إلى أمه. يقول أمه هذا الطفل يريد أن يضربني مثلا. إذن الأم يلتجأ إليها عن الطفل، يعني يقول نار جهنم أم لهؤلاء، يعني إذا أراد أن يلتجئ إلى مكان الذي يلتجئ إليه نار جهنم. هذا في الاصطلاح يسمى استهزاء، رب العالمين يستهزئ بهم، يقول تريد أما في الآخرة يعطيك من حنانه، أمك نار جهنم. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ ما من هذه الأم التي أنا أرتمي في حضنها؟ يقول تعالى نار حامية. طبعا النار هي حامية محرقة، ولكن النار التي أوقدها رب العالمين بغضبه وانتقامه، هذه النار لا تقاس بنار الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وانتقامك، اللهم خلصنا من غضبك، أدخلنا الجنة مع الصالحين الأبرار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.